السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. اللي معانا ده جهاز أول مرة يجينا، ده كاسيت شارب راديو ديجيتال أول مرة يجينا في القناة، متعدد الموجات FM و AM و SW وشريط كاسيت. الموديل بتاعه GF شرطة 9797H، GF شرطة 9797H. الجهاز ده وزنه بالظبط متوسط 6 كيلو جرام، صنع في اليابان. ونشوف مع بعض. This boom box is sharp model GF-9797H راديو ديجيتال مالتي باند FM and AM and SW and tape made in Japan. من الندى بالقليل الشهور أيامه أفضل الأيام ولياليه افضل. وتطبيق مدرسه نابلس على جوجل بلاي وقعت بتاعها النهارده يا اسطى. هي بطوله كاس العالم ولا افريقيا؟ الجهاز ده بيسجل 5 موجات، ده راديو ديجيتال ومتعدد الموجات وشريط كاسيت. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده كاسيت شارب اول مره يجينا في القناه. الجهاز ده مستعمل بس طبعا في مشكله السيور من الركنه، حبينا بس نوريكم ده موديل جديد. الموديل بتاعه جي اف شرطه 9797H، صنع في اليابان. ان شاء الله الفيديو ينول اعجاب حضراتكم ونتقابل في فيديو جديد. شكرا. This boombox is sharp model GF-9797H made in Japan. Thank you.